دايما بقول مريض السمنه طبعا مع الاكلات دايما اللي حاجه دايما بتفاجئينا بيها والروائح اللي احنا مش قادرين نقاومها. ربنا يخليك، تسلم ايدك بجد. تسلم. دايما مريض السمنه بقى عشان يقدر التحدي زي ما حضرتك قلتي والكنترول ويقدر يتحكم في نفسه في ده كله. عندي اكتر من حاجه ولازم ادعم بيها مريض السمنه. دايما بقول الدعم النفسي والدعم الصحي، ويمكن الدعم النفسي يا شيخ عزه من اهم حاجه نقدر نقدمها لمريض السمنه. ليه الدعم النفسي؟ يمكن في كلمه كويسه قوي يا شيخ تتمنى اي حد يسمعها. ايوه. ايه ده انت خسيت، ايه ده انت خسيتي، ويمكن من منطلق الكلمه دي يا شيخ وعشان نسمعها كتير قوي الفتره دي. وما ترتبطش بمناسبه، والكلمه دي باكد عليها لان احنا عندنا الاعتقاد انا عايز اخس عشان عندي مناسبه، عندي وظيفه راح اتقدم ليها. انا عايزك تسمع الكلمه دي على طول، ايه ده انت خسيتي، كلمه ليها واقع السحر على الاذن حرفيا، بيبقى فيها انبهار. الكلمه نفسها خارجه يعني كده فيها شعور بحققها، حتى بيبقى فيها انبهار ان انا خسيت. طبعا يعني الموضوع بيبقى حلو بالنسبه لنا، حتى مجرد الكلمه نفسها ليها واقع على الاذن كده جميل جدا. صح. يمكن عشان نسمع بقى الكلمه دي جايبين النهارده كورس اسمه كورس الكنترول، عشان نقدر نعمل كنترول او تحكم في الشهيه. وليه دايما بدايتي معاك لازم تكون الشهيه؟ لان اي حد في العالم كله، مفيش دكتور تغذيه في العالم هيقدر يقول لك تنزل ربع كيلو واحد من غير ما تقلل الشهيه وتقلل وراها هرمون الانسولين. تمام. سبب كل زياده الوزن هرمون الانسولين. تمام. مش بس الكنترول في الشهيه، كمان الكنترول في معدلات الحرق. ودايما يا جماعه مريض الحرق انا فوكس قوي عليه النهارده في كورس الكنترول، لانه انا بعتبره مريض مظلوم شويه. مريض الشهيه او اللي عنده نهم او شراهه للاكل عارف نفسه بياكل اكلات كتير، اما مريض انعدام الحرق بيبقى معظمهم مش عارفين ايه السبب. مش بس كده، كمان ده عندنا اربع هدايا مميزه في كورس الكنترول. عندنا بدل علبه قهوه واحده، بدل الواحده عندنا اتنين كحول، دايما بقول عليها كحول الاذكياء، وتاخد الفوائد بتاعت القهوه اللي انت عايزها بدون زياده في الوزن، تاخدها من القهوه الخضراء اللي مليانه مضادات اكسده. وكمان بقى المفاجاه في الامبولات اللي بتنحت وتنسق ليا، الامبولات الحارقه الال كارنيتين والال ارجينين. نتكلم عن كل حاجه في كورس بقى. الكنترول بالظبط. ليه دايما حلو قوي بتجيب اسماء حلوه انت قوي يا دكتور، لان يعني فعلا الكنترول، ان احنا نعمل كنترول على اكلنا وشربنا وشهيتنا، وازاي ناخد حاجات بمعدلات بسيطه. حلو قوي. بس انا مش هقدر اعمل كنترول في الاكل من غير ما اخد البرشام. بالظبط. مش اي برشام بقى ده. برشام كورس طبيعي، كورس امن، معالج طبيا، مجرب، مضمون، مرخص. أيوه. عشان اقدر اوصل لاعلى بنفيت، اعلى فايده للجسم بتاعي. وزاود سايد افكت بدون اي اثار جانبيه. ليه دايما بقى يا شيف انا بتكلم لازم المرحله الاولى ان انا اظبط الشهيه؟ وليه دايما بقول ان تظبيط الشهيه دي حاجه مش سهله، انك تتحكم في نفسك. يمكن المعادله بقى الاصعب حاجه قلتي في الانترو الجميله، كورس التحدي، او دايما الدكتور بيقول لنا التحدي. انا التحدي بقى معاك النهارده هو التحدي ان حضرتك بتجيب حالات صعبه وبتعرف تعالجها. هو ده. ما هو ده تحدي. بالزبط. مش التحدي ان انا اقول انا جايبه كورس وما يعمليش حاجه، لا، ان انا اجيب الحاجه من الدكتور وفعلا تطلع فعاله وتعمل معايا حاجه. فهو سماه كده لان هو قد التحدي، هو مش بيقدم اي حاجه وخلاص. فده بالزبط. مهم طبعا. ليه بقى دايما انا بقول كورس التحدي؟ لان انا المعادله الاصعب بقى النهارده يا شيف ازاي تشبع بربع رغيف. انا بقى ده السلوجان بتاعي النهارده، ازاي تشبع بربع رغيف، على اساس ان انا لازم اظبط الشهيه. دايما بقول هو انا ليه بجوع؟ كان في اعتقاد زمان، ودي من المعلومات الخاطئه يا جماعه اللي لازم نضيفها لمعلوماتنا الصحيه النهارده المفيده قوي. اي حد يقول لك انت جعان خد لك حاجه فيها سكريات، بالعكس، انت جعان يبقى في حاجه اسمها هرمون الجوع هو اللي بيتحكم في انك تاكل. الهرمون ده يفرز من الجسم اول ما جوع، اللي هو عصافير البطن زي ما احنا بنقول، ابتدي اكل. المعده تنفش سنه بسيطه. يطلع هرمون الشبع. انا جبت لك اسمه هرمون الليبتين، جبت لك حاجه طبيعيه، كبسوله قنبله الياف. تدخل تمتص كميه كبيره جدا من الميه، هتاخدها مع كوبايتين ميه حسب ما يوجهك فريقك الطبي لما تتواصل معاه. والنقطه هنا المهمه قوي يا شيف اللي دايما نقف عندها. أيوه. الفولو اب. انا مش عايزك عند ما تحجز الكورس، كورس الكنترول كورس مميز وعليه عرض ما بيتكررش كتير، 10 حاجات مش هيتكرر تاني يا جماعه، كبسولات فعاله جدا، الكبسوله الخماسيه ليها مفعول السحر، ولكن الاهم عندي انك تتابع بعد كده مع الفريق الطبي، لازم تتواصل معاه. ثم المتابعه ثم المتابعه حتى بعد اهم حجز حاجه. حتى بعد ما نحجز نتابع من اول ما نبدا لحد ما نخلص عشان ناخد النتيجه الصح. اللي يقول لك خد الكورس وخلاص انا هتابع مع نفسي وهعمل، لا، هو لازم يبقى متابع انت وصلت لكام كيلو في قد ايه، ويبقى مسجل كل حاجه عنده، لان ده بيفرق بعد كده هو هيمشيك بعد كده ازاي. بالظبط.